اسمه النات. اسمه ايه؟ النات. النات اختصار ايه؟ ها؟ Network Address Translation. Network Address Translation يعني هنبدل لك الادرس اللي بيتحط في الجزء بتاع النتورك لير، صح؟ معايا؟ بمعنى ادي الراوتر وادي الانترفيس الريال وادي الانترفيس البرايفت وادي الجهاز اللي اسمه اكس اللي الادرس بتاعه 192.168 واحد كام؟ واحد واحد، وده الجيت واي بتاعه 100، صح؟ وهنتخيل ان الراجل ده واخد مثلا الادرس 41.196.20.66، ماشي؟ والراوتر بتاع السيرفيس بروفايدر ده الاي اس بي واخد الادرس 41.196.20.65، وفي هنا الانترنت. معايا كده؟ طيب لو احنا جينا على الراوتر بتاعنا اللي هو اللوكال راوتر وقولنا البروتوكول اللي اسمه النات، النات بيعمل ايه بقى؟ لما تجيلي باكت السورس ادرس اللي فيها برايفت اللي هو كام؟ 192.168.1.1، رايح على الديستنيشن ادرس ريال اللي هو ده الويب ده اللي هو 4 2، معايا ولا مش معايا؟ ماشي؟ ايه اللي هيحصل؟ ها؟ الباكت كده او كده لازم هتعدي من على النات، ليه؟ لان ده الجيت واي، ده الجيت واي بتاعي، يعني الجهاز اللي اسمه اكس ده ملوش مخرج انه يطلع للانترنت غير من خلال اللوكال راوتر ده، صح كده؟ فكده او كده هيرمي على الراوتر ده هوت علشان ايه؟ هو اللي يوصله، فالراوتر هنا عنده النات بروتوكول قاعد، النات سوفت وير قاعد. هيلقط الباكت يعمل فيها ايه بقى؟ يروح جاي يعمل ايه؟ يشيل السورس ادرس ويحط ايه؟ ويحط الريال ادرس بتاعه هو اللي هو ايه؟ اللي هو بتاعنا برضو اللي احنا شارينه اللي هو 41.196.20.66. فالباكت كده لما توصل للسيرفيس بروفايدر راوتر هي جايه من مين؟ السيرفيس بروفايدر بقى لما يستلم الباكت دي، ها، هي جايه من مين؟ جايه من 41. 41 ده هو فرنج البرايفت اي بيز، فرنج البرايفت نتوركس، لا ده ريال. فالباكت هتعدي ولا مش هتعدي؟ فيقوم السيرفيس بروفايدر راوتر يروت الباكت دي على الويب سيرفر اللي اسمه 4 2. فهم بقى سكه الرجوع؟ بقى سكه الرجوع الويب سيرفر اللي اسمه 4 2 المفترض بيرد على مين؟ يرد على 41.196.20.66، صح كده؟ فالباكت دي هتوصل لمين؟ هتوصل لده، صح كده؟ هيستقبلها مين؟ النات برضو. فيقوم يعمل ايه؟ يرجع بقى يشيل الاي بي بتاعه هو ويحط مين؟ 192.168.1.1، ويروح مدخل الايه؟ الباكت، فتوصل للديستنيشن. يبقى احنا كده ضحكنا على الراجل ده ولا ما ضحكناش عليه؟ طيب احنا كده بقى استفدنا ايه؟ استفدنا ايه لما عملنا قصه الناتنج؟ الله يفتح عليك، استخدمنا ريال اي بي واحد طلعنا بيه كلنا، صح؟ فمش محتاجين ان احنا نشتري ريال اي بيز كتير، فكده وفرنا كوست، صح؟ وايه الحاجه الثانيه مهمه جدا؟ سكيورتي. سكيورتي ازاي؟ ان لو انت حضرتك معاك فلوس واشتريت لكل جهاز عايز يطلع على الانترنت ريال اي بي يطلع بيه، بصرف النظر عن الكوست هيبقى كتير كده، الداتا بتاعتك
هتبقى ايه؟ هتبقى افيلابل على الايه؟ ها؟ على البابليك نتورك اللي اسمها انترنت. فكده نوت سكيورد بالمره. جرب كده تجيب جهاز واديله ريال اي بي وشوف ايه اللي هيحصل له. فاهم؟ فطبعا نوت ريكومندد بالمره انك انت تدي لاي مكنه ريال اي بي، تحديدا لو المكنه دي جوين للدومين. لو المكنه دي جوين دومين وانت اديتها ريال اي بي، يبقى انت كده بتظلم الاكتف دايركتوري. يبقى انت كده بترتكب جريمه في حق الاكتف دايركتوري. الناتنج بقى ده علشان نعمله في منه ثلاث اشكال زي ما اتفقنا. الشكل الاولاني بنسميه ستاتيك نات. الشكل الثاني بنسميه دايناميك نات. الشكل الثالث بنسميه بات. تعال نشوف ايه الفروق ما بين الثلاثه دول. الاستاتيك نات هو الكونسبت بتاع النات في الثلاثه، سواء استاتيك سواء دايناميك سواء بات. اللي هيحصل ها ان اي واحد هيبعت ريكوست لبره، النات بروتوكول هيشيل الادرس بتاعه ويحط الريال ويطلع الباكت. لما ريكوست يرجع تاني يرجع في شكل ريسبونس، النات برضو هترجع تشيل ها الديستنيشن بقى المره دي، ديستنيشن اللي هو الريال اي بي بتاعها، وتحط مين؟ البرايفت. ده في جميع الاحوال. بس عايزين نشوف التكنيك نفسه هيختلف ازاي ما بين الاستاتيك والديناميك والبات. هو اختلاف كونفيجريشن ليس الا معايا، انما الكونسبت واحد. الاستاتيك نات يلزم لكل برايفت اي بي تو اني برايفت وان ريل ديديكيتد لي. يعني ايه؟ لكل برايفت اي بي في النتورك هشتري ريال اي بي ديديكيتد لي، محجوز لي. ازاي؟ يعني على سبيل المثال ادي ده الراوتر معايا. الراوتر ده هو الانترفيس ده واصل على السيرفيس بروفايدر، واخد الاي بي الريال ده. صح؟ الاي بي الريال ده هو اللي هو 66، ده اللي محطوط على الانترفيس بتاع الراوتر. صح؟ انما انا وارد جدا يكون لسه معايا لوكشة اي بيز ممكن استخدمها، 77 و 78 و 79 67 و 68 و 69 و 70، على حسب بقى، على حسب لو انت شاري مثلا 16 ادرس، لو انت شاري 32 ادرس. فاهم؟ فتبدأ تعمل ايه بقى؟ انت واحد بس بتستخدمه على الراوتر، ماشي؟ والباقي بيكونوا في جيبك ملهمش استخدام. صح؟ سلاش 32. سلاش 32 دي معناها انك انت طالع دالب اي بي واحد بس. طب هعمل ايه بقى بلوكشة الاي بيز الريال اللي انا شاريهم وغير مستخدمين؟ هعمل حركة ظريفة قوي. مش انا هنا انترنال عندي اكتر من جهاز، وليكن مثلا عندي الجهاز اكس وعندي الجهاز واي، واكس ده واخد واحد واحد، واي واخد واحد اتنين، هعمل ايه؟ هروح جاي عامل ناتنج هنا. الراوتر ده هو هينيبل النات، ونوع النات استاتيك، ونوع النات استاتيك دي معناها ايه؟ هقول للنات كده لو جالك ريكوست من الادرس اللي اسمه 192 168 11 عايز يطلع بره، شيله وحط الريال الفلاني بداله. اما لو جالك ريكوست من 192 168 12 شيله وحط الريال الفلاني بداله. فاذا ايه؟ ها هكريت نات تيبل، هكريت ايه؟ نات. طيب كده بالشكل ده بقى انت محتاج كم ريال اي بي عندك؟ واحد ايه؟ بعدد الاجهزه. انا محتاج بعدد الاجهزه اللي جوه، مش هطلع كل جهاز بريال. تمام؟ طب انا كده عملت ايه؟ وفرت كوست؟ ما وفرتش كوست، بس وفرت سكيورتي، عليت سكيورتي.
اي نعم انا اشتريت لكل جهاز ريال اي بي، انما ما حطيتش الريال اي بي على الجهاز نفسه، انا حطه على الراوتر والادرس ترانسليشن شغال صح. طيب كده بقى سكه الرجوع. انا على فكره سكه الرجوع دي تهمني جدا. سكه الرجوع يعني ايه؟ يعني زي مثلا انا قلت له الادرس اللي هو 11 معايا كده، طلعه ب 41 196 2066، والادرس 12 طلعه بالريال اي بي 67 معايا. الويب سيرفرز بقى اللي موجوده على الانترنت لما يجوا يردوا عليا، وليكن ده مثلا ويب وده ويب، ده ويب 1 وده ويب 2، ويب 1 هيرد على الريكوست اللي اسمه ايه 66، ويب 2 هيرد على الريكوست اللي جاي له من 67 ماشي. النت بقى لما يستقبل الريسبونس ده هوت هيقدر يديفرنشيت بين التو ريسبونس ولا لا؟ لان اللي بيرد علينا على 66 انا عارف انا شلت اني برايفت واستخدمت 66 صح كده. فهبص تلاقي ان سكه الرجوع سهله ما فيهاش اي مشاكل خالص تمام. طيب الديس ادفانتج بتاع الموضوع ده هوت ان في اوفرلود عليك في الادمنستريشن. ليه؟ لانك هتضطر تعمل نت تيبل، هتضطر تقول كل ستاتيك يطلع بالريال الفلاني معايا. طيب ده بالنسبه للايه؟ للاستاتيك. بالنسبه بقى للدايناميك نت، الدايناميك نت ده عباره عن ايه؟ نفس الكونسبت بالظبط، عندي الراوتر والراوتر ده هو واخد ريال وليكن ده 41 196 20 66، وهنا في اجهزه ده واخد 11 وده واخد 12 مثلا معايا كده ولا ايه؟ ماشي. الفرق بقى الوحيد ما بين الاستاتيك والديناميك، يعني لو انا جيت هنا عملت انيبل للنات، انك مش محتاج تديديكيت يعني تحجز ريال اي بي بعينه لبرايفت بعينه. يعني ايه؟ هو الطبيعي برضو انك تو اني برايفت انا محتاج 1 ريال مفهوم؟ بس هنا مش محتاج اقول ايه؟ لو جالك ريكوست من 1-1 طلعه بالريال اي بي 41، مش محتاج الحوار ده. امال هعملها ازاي بقى؟ ها؟ انا هديله البول بتاعي رينج الاي بيز الريال اللي انا جايبهم من السيرفيس بروفايدر. فهم كده؟ واقول له ايه؟ واقول له يا نات لو جالك ريكوست من جوه سيلكت انت اي ريال طلعه بيه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فهو كده او كده هيعمل ايه؟ هيعمل الحركه دي. اي ريكوست جاي من جوه هيبدا يشيله، هيبدا يشيل السورس ادرس ويحط اي ريال من البول اللي انا اديتها له. سكه الرجوع نفس الحوار، اللي هيرد على الريال الفلاني انا هبقى عارف ان الريكوست ده هو داخل لمين جوه، انا هبقى عارف الريسبونس ده داخل لمين جوه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فكده مفيش اي مشكله. الباك بقى هو اللي فيه قصه. ازاي؟ الراوتر بتاعي اهو واخد الريال اي بي ده والناحيه الثانيه في البرايفت بي سيز، ده 1-1 وده 1-2 معايا كده. انا عايز بقى الناس دي كلها وهم طالعين كلهم يطلعوا ب 1 ريال اي بي، يبقى كده ايه بقى؟ تقول برايفت هنعمل ايه بقى؟ هنستخدم 1 ريال معايا ولا مش معايا؟ سكه الطلوع سهله جدا، اي ريكوست يجي لي من جوه شيل السورس ادرس حط الريال بتاعي يطلع بره. المشكله بقى ان الريسبونس كلها لما تجي لي هتجي لي على نفس الريال اي بي مفهوم؟ طب انا ازاي هقدر ادفرنشيت ما بين الريسبونس المختلفه؟ يعني انا في الاستاتيك والدايناميك اللي كان بيرد عليا على الادرس 66 كنت ببقى عارف ان ده داخل ل 192 198 1-1، اللي يرد عليا على الادرس 67 كنت عارف ان ده داخل ل 1-2 مفهوم؟ انما دلوقتي كلهم انا مطلعهم بنفس الريال
فلما يجي لي بقى ايه؟ ها؟ لما يجي لي ريسبونس ايه اللي هيحصل؟ هتلخبط. فلازم استعين بجزئيه تانية مش عندي في اللير بتاعتي. الجزئيه دي اسمها البورد ادريسيز، اللي هي موجوده في اني لير؟ في الترانسبورت لير اللي هي لير 4، صح؟ وقال لي اصلا اي ريكوست خارج من اي جهاز لابد ان هو هيتحط عليه سورس بورت وديستنيشن بورت. السورس بورت اي حاجه فوق ال 1023، والديستنيشن بورت رقم الابلكيشن اللي هكلمها هناك. زي مثلا ان انا بعمل ويب براوزنج، يبقى الديستنيشن بورت هيبقى 80، صح؟ فانا دلوقتي لما يجي لي ريكوست، ركز معايا، من الادرس اللي اسمه 192.168.1.1 عايز يروح للويب سيرفر اللي هو 4.2.NET اللي موجود هنا على النت. خلي بالك ان الراجل ده كان قال لي ان انا بانيشيت العمليه دي ببورت رقمه 1024، وعايز اكلم الديستنيشن ده على بورت 80، صح كده؟ صح. طيب النت بقى لما تيجي تشيل الحته دي، يعني لو انا جيت دلوقتي اغير لك اللون عشان تبقى شايفها، الطبيعي ان النت بتعمل ايه؟ بتشيل ده وتحط ايه؟ وتحط الريال بتاعها اللي هو 41.196.20.66 عشان الريكوست ده يعدي من السيرفيس بروفايدر راوتر. النت بقى هتعمل حركه ظريفه كمان، وهتروح جايه شايله ده وحط حاجه خاصه بيها معايا كده، وليكن مثلا على سبيل المثال مثلا يعني 2024 ماشي. طب انا دلوقتي لو جالي بقى ريكوست من مين؟ لو جالي ريكوست انترنال تاني من 1.2، هو بيقول لي ايه؟ انا 192.168.1.2 عايز اكلم وليكن اي سيرفر تاني مش شرط 4.2.NET يعني، ماشي؟ بكلمه بالبورت ده 1025 على بورت 80. فيقوم النت هتعمل ايه بقى لما يجي لها الريكوست ده؟ نفس الكونسبت بالظبط، هتشيل ده وتحط مثلا 2025، وهتشيل ده وتحط الريال اللي هو ايه؟ برضه 66. واخد بالك ان التو ريكوستس انا طلعتهم بنفس الريال اي بي، انما بقى ها السيرفر اللي اسمه 4.2.NET لما يرد عليا، هو هيرد عليا على بورت كام؟ 2024، ماشي؟ والسيرفر اللي اسمه 4.4.NET ده لما يرد عليا هيرد عليا على بورت كام؟ فانا هبقى عارف بقى، هبقى عارف ان الراجل اللي رد عليا على بورت 2024 ده كان الريكوست بتاع الادرس اللي اسمه 192.168.1.1. اما الراجل اللي رد عليا على البورت 2025 ده بتاع الريكوست اللي اسمه 192.168.1.2. فسكه الرجوع بقت سهله بالنسبه لي، قدرت ان انا ادفرنشيت ما بين الريسبونس المختلفه بحاجه معينه، مش الاي بيز بقى، لا البورت نمبرز. البورت نمبرز علشان كده بيسموها ايه؟ باد، بورت ادريس ترانسليشن. بورت ادريس ترانسليشن، مفهوم كده؟ طيب